شرف اليوم بزياره مديريه بلديه الموصل للاطلاع على المعاضل التي تواجه المديريه من ناحيه التخصيصات الماليه ومن ناحيه المعاناه وحتى رواتب الاجور هناك معاناه كبيره وكذلك تم التطرق بشكل موسع الى التجاوز من قبل من يستغل منصبه الوظيفي من قبل الاجهزه الامنيه على الاراضي في محافظه نينوى وهم ليسوا من ابناء محافظه نينوى الاولى ان تخصص الاراضي للشهداء للجرحى للمعاقين للموظفين من ابناء مدينه الموصل الذين لديهم خدمه كبيره وكذلك العوائل الفقيره التي لم يتم تخصيص قطع اراضي لهم. هناك ضباط للاسف الشديد لم يشتركوا حتى في معارك التحرير وانما حضروا في الفترة الفترة الأخيرة من خارج محافظة نينوى وليس من أبناء محافظة نينوى يستغلون مناصبهم الوظيفية من أجل الحصول على قطع أراضي في مدينة الموصل في مركز مدينة الموصل والأدهى من ذلك أنه يجي جايب تأييد سكن أنه ساكن مدينة الموصل عشر سنوات من كان يستطيع أن يسكن في مدينة الموصل وهو ضابط التي كانت تعاني من العمليات الأرهابية من قبل المجاميع الأرهابية اليوم يجيب لي تأييد سكن من ساكن ساكن ويستخدمون مناصبهم الوظيفيه بتهديد المختار او اصحاب المنطقه بضروره تزويدهم هذا الموضوع ليس من اختصاص بلدية الموصل سيتم طرح الموضوع على السيد رئيس الوزراء وعلى السيد وزير الدفاع وعلى السيد وزير الداخلية أنا مع تخصيص قطع الأراضي لكل منتسبي الأجهزة الأمنية من أبناء محافظة نينوى للشهداء للجرحى للمعاقين لكن لا يجوز أنه يستغلون مناصبهم الوظيفية من غير محافظات حتى يحصلوا على قطع أراضي في محافظة نينوى هذا الموضوع سنتابعه مع السيد وزير الدفاع ومع السيد وزير الداخلية ومع السيد رئيس الوزراء اليوم نينوى تحررت بدماء الشهداء بشجاعة الأبطال من قبل القوات الأمنية لكن لا نريد أن يستغل البعض وهم ما مشتركين أصلا بالعمليات عمليات التحرير جو بعد عمليات التحرير ويريد يستثمر في نينوى هذا الموضوع سنتابعه وسنضع حد وهناك من يقوم بتهديد موظفي بلدية الموصل أنه إذا ما تمشي المعاملة أكو شماعة اسمها داعش أنا أقول لهم الدواعش الان اما تم اعتقاله او هارب من ارض نينوى في اماكن بعيده وفي دول عديده مواطني نينوى المدققين امنيا من قبل الاجهزه الاستخباريه والاجهزه الامنيه وموظفي نينوى تم تدقيقهم من قبل وزاراتهم المعنيه فشماعه داعش لا تستخدموها